أوي ذا لبومبونيرا أنت ويد البروتين على جوج ويد كله هنا كل بيسو اللي كان عنده ويد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجة خمسة. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجددا إخوان أخوات المتتبعين الزبناء ديالنا إخوان ديالنا مرحبا بكم مرة أخرى. السلام عليكم. ما أمس الله. عطيها الطحانة العطرية. 60 درهم. وهادو شحال؟ يلا الاخوان شويه ديال لايك الله يرحمنا اللهم امين الله اني احبك في الله رشيد عطار بارك الله فيك شكرا فيك واش عندك سيرفيس 36 بياسه كاين كاينو في جميع الموديلات زيد 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 مازال زيد مازال زيد مازال زيد ودائما تحت شعار مسيرة موفقة إن شاء الله وتحت شعار دائما عيش أدرويش عيش وربي الريش ومرحبا بك معنا ولاحظ معايا واحد الجولة مسائية غادي نديرها لكم مرفوقة بالعروض مرفوقة بهميزات ديال اليوم غادي إن شاء الله بحول الله فكنتمنى من الجميع يطلع معنا في البث هذا ويحضر معنا ويشوف بعينيه ويستفد معنا الحمد لله المحتوى ديالنا راه باين ونقي بمعنى انه كنبينوا لي زارتيك اللي عندنا والهميزات اللي عندنا والعروض والتخفيضات اللي غادي نقوموا بها يوم غادي ان شاء الله مع الصباح بحول الله لكن من اين مدينه كتابعنا ومن اين مدينه كتابع الهميزات ديال حسان الحيحي ومن اين مدينه كتابع الباج ديالنا لذلك كنقول لك زيد 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 اعطينا من اين مدينه السلام عليكم السلام واش باقي كاين بعشره مازال فاتت فروت مازال كاين الخير الحمد لله مازال دابا راه ملي كيعيط عليك شي زبون كيقول لك الله يرحم باك راني باقي في الخدمه اولا شي حاجه من هذا القبيل راه ما كيكونش عندك غير تسناه تيقضي الغرض ديالو حتى هو لان ما يمكنش غادي تخليه لذلك فان شاء الله بحول الله اختارينا لكم هذا الوقت هذا بالضبط اللي اغلبيه الناس يعني كيكونوا في المنازل ديالهم في الديور ديالهم وكذلك بغينا نشاركوا مع جميع الزبناء ديالنا ومع جميع المتتبعين ديالنا الهميزات والهوتات والعروض والتخفيضات اللي غادي نقوموا بها ان شاء الله غدا مع الصباح ابتداء من 9:30 صباحا فاخترنا هذا البث هذا في هذا الوقت بالضبط وفي هذه اللحظات بالضبط باش كلشي يشوف وكلشي يعرف شنو هما الهميزات ديال غدا الجهه الشرقيه جراده مرحبا محمد ربي معكم فادي دفروت الله يحفظك اختي من تاليوين تحياتي ليك تحيه لناس تاليوين طنجة تحيه لناس طنجة وفائل ياسمين كتابعين سلام واش تصيفط لمدينة الداخلة ام سليمان الجهة الشرقية جرادة سي محمد مرحبا عفاك اخويا جاوبني خديجة خديجة عاودي الكومنتير ديالك اختي باش نشوفو لينا مازال ما شفتش اهلا وسهلا خديجة اسماني مرحبا سلام حسن تملكي سن ديال المغرب غادي غدا غادي يدخل لنا لان حطينا غير ليكزومبل
وغدا ملي غيدخلنا ان شاء الله بحول الله فغادي نشاركوه معكم، وقد غادي نديروا هديه للزبناء ديالنا بالنسبه للكاس اللي كيحمل الدرابو ديال الوطن ديالنا. فان شاء الله شنو هي، فان شاء الله اكيد غادي يكون بزاف ديال المفاجات. بسم الله يا زرت يمكن بسم الله لالاك ديرها في الصاشيه. من القردان احييكم من العيون، تحيه ليك وتحيه للناس ديال العيون. حسن ورينا خلص الجديد بلاتي يطلعوا الناس، راه ماشي غير بوحدك يا فاطمه. لالا فاطمه عاونينا بشويه ديال الصبر باش يدخلوا ناس اخرين. السلام عليكم. وعليكم السلام فاتي فاتي، من هو احييك اوري الراس يفتليك. وفاء الياس مرحبا. حسن ورينا خلص الجديد، يطلعوا الناس مازال اختي، مازال الناس كيطلعوا. يلا بارطاجيو 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 بارطاجي. كتبيع شي حاجه من غير الاواني؟ لا الاواني اخويا ما كنبيعو حتى حاجه من غير الاواني. هاد الساعه بعدا ممكن نشوفوا موديلات 36 بيس. دابا نوريك اختي شحال. اللهم امين اختي بالصحه وراحه. من تازناخت تبارك الله على ناس المعقول وناس الثقه وناس الوفاء وناس الكلمه وناس الكلمه كذلك الطيبه. وري ليا الماكينه العطريه رمزات الدارت العليا حسنا كيحفظ ربي الله يبارك فيه. مساء النور اللي طالب مصطفى مرحبا. قالت لك راه تبلينا باللايف تاعك اخويا الله يسهل عليك. الله يحفظك اختي ام الياس او وفاء الياس. من هو راه طاطا والحيحي ارت جاوبت فاتي ضروري ان شاء الله. اوري السلام اللي سنت مازيت. وعليكم السلام انزار انزر صباح ان شاء الله جاوبني ثمن كوكوت اينوكس لطيط روان وريها لك. السلام عليكم خويا بالتوفيق ان شاء الله. وعليكم السلام حماده هلالي او هلال مرحبا. السلام عليكم اخي حسن مرحبا. واش كتعمل توصل لباقي المدن بالنسبه للجمله يستجيب غينا انزر؟ كلشي كاين حل هذيك حلها 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 حلها. زيد 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 الاخوان كلشي بارطاج كلشي كلشي كلشي. وعطينا من اين مدينه كتابع البث ديالنا، ومن اين مدينه كتابع الباج ديالنا، ومن اين بلاد كتابع كذلك البث ديالنا والهميزات ديالنا والتخفيضات ديالنا. لذلك كلشي بغيتو تفاعل معنا خصوصا في هذا البث ديال اليوم، لان اكيد ان شاء الله غدا غادي يستافدوا معنا جميع الفئات دون استثناء، يعني ما غاديش نستثنيو شي واحد. فكنقول لك غدا حضر معنا حضر معنا حضر معنا، تجهز المطبخ ديالك وحضر معنا، تجهز كوزينتك وحضر معنا، دير ارقى واجود ما كاين في الاواني المنزليه السيراميكيه وكذلك الزجاجيه وكذلك البريستيج. فما بالك وما بالك نهضروا على الجرانيت ونهضروا كذلك على اواني اخرين درويه لوكس، ولكن بارطاجي معنا. زيد 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 زيد. باش بيتونا نبداو باش بغيتونا نبداو يلا كلشي باش بيتونا نبداو. من اكادير ام اسراء اين ديكور المبخر اختي؟ اين ديكور؟ واش ماكينه ديال الكيك صغيره؟ اين هي ماكينه ديال الكيك؟ تسكاتين فاطمه باب تسكاتين تسكاتين دوت قدامين ايمو قرض والدوكا تانوت سيدي محندي حيا ياك. تحيه من مدينه تيزنيت. داك الديكور المخره ما لقيتها عندك البارح، اشنو ديكور؟ تحيه ليك من اي تعميره القنيطره. السلام عليكم السلام. ممكن شي موديلات اختي؟ غير بشويه شويه غادي ندوزو غير يطلعوا الناس كاملين. وها حنا عندكم نهار السبت الماتش، نهار السبت راه كلشي 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 دايخ. من قلعه مكونه السلام عليكم. تحيه ليك سي حسن. واخا هكا واش الوقت اللي كاين كتبقى المعامله هي كلشي. دائما وابدا كنشرح هذه المساله هذه، وخصوصا غادي نشرحها لهاد الاخت هذه، هاد الاخت خديجه بوتراشيلت بوتراشيلت خديجه بوتراشيلت خديجه بوتراشيلت. انا ملي كنمشي لواحد المحل قاصد انني نمشي ناخذ واحد الحاجه كنمشي كناخذ هذه. شحال هذه يا خويا؟ 400 دريال اختي، لان واحد البلاصه اللي فيها واحد شويه ديال الضغط علينا حنا وعلى الخدامه ديالنا وعلى بزاف ديال الكليان كلشي كيعيط، راه ما غاديش يقدر تجاوب كلشي بمره. فلذلك كنتمنى يعني فهمونا وتقدرونا. فابدا
لا يمكن انك تسمع واحد الزبون او لا واحد الزبونه سولت على الثمن وما غاديش تجاوبها. لكن كاين بعض الناس اللي كيجي كيقول لك اجي هضر معايا انا بوحدي، ما تجاوبش حتى واحد، بقى معايا انا بوحدي، خلي كاع هذوك الناس اللي عندك هضر معايا انا بوحدي حتى ناخذ ونمشي، وديك الساعه اللي يصير هضر مع ناس اخرين. راه ما يمكنش، راه كتخصنا واحد، الا كل خدام كنعطوه للكليان غادي تخصنا واحد 500 خدام. لذلك كنتمنى انكم تفهمونا، فمن سبع المستحيلات ماشي غير انا، بقال في الدرب ديالكم شحال هذيك راه غايقول لك الثمن. فشي حاجه اخرى من كثر هكا راه ما كايناش، مادام انك جيتي غير تقضي الغرض ديالك وتقدا حاجه باينه شحال قدا وقدا قضي الغرض. تحيه مباركه من مسا، تحيه للجاكان، وتحيه لايت بوغنجا، وتحيه كذلك لايت الزويت، وتحيه للجعيفي، وتحيه لمسا كلها، وتحيه لقزرو. وزيد زيد 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 وبارطاجي قدر المستطاع قدما فضلا وليس امرا ان شاء الله، استعدادا لجوائز مهمه كذلك يوم السبت والاحد، وابتداء من هذا البث هذا ان شاء الله. فاكيد كونوا متفائلين وكونوا محظوظين ان شاء الله، وكنتمنى نكونوا عند حسن الظن ديال جميع الزبناء ديالنا وجميع المتتبعين ديالنا. لذلك كنقول لك بارطاجي قدر المستطاع علاش ما قديتي. اذا دائما وكنقولوها وكنوفيو الوعد ديالنا والعهد ديالنا اللي عطيناه للزبناء ديالنا، فاحنا كنهضروا على عبر التقنيه المباشره مباشره، فكنقولوها وكنكرروها. اخوان الاخوات اللي عنده اكبر عدد ممكن للبارطاج غادي يكونوا ثاني لي كولي ان شاء الله هذا الويكند هذا. اللي عنده اكبر عدد ممكن للبارطاج ولو يكون في اي مدينه، فاحنا مستعدين نصيفطوا له الهديه ديالو حتى لبينيديك، كيف درنا مع الناس طنجة، كيف درنا مع الناس قنيطره، كيف درنا مع الناس الاساس زاك، وكيف درنا مع الناس اللي في بوجدور وبزاف ديال المدن. هاد الشيء راه بدينا من شحال هادي وماشي جديد علينا. لذلك كنقول لك بارطاجي رضوان، سي رضوان، سي رضوان القيش او القيش، قال لك شوهتو لبيع عشرة، وشوهتو لبيع عشرة خرجتو عليه. سي رضوان حنا ربما غادي نقول لك حنا متطوعين، حنا تطوعنا، وغنعطيك واحد المثال وكنتمنى كلشي يجاوبني عليه ونكونوا صرحاء بيناتنا، وغتجاوبني اشنا هي هاد الشوهه اللي شوهنا لبيع عشرة. انا اليوم بغيت نتواصل معاك انت وكنتقبل الانتقاد ديالك، وبغيت نتواصل مع هاد الناس كاملين، وبغيتك تكون عندك واحد الحس ديال الانسانيه وواحد الشهامه وواحد الرجوله وتجاوب شنو هو شوهنا لبيع عشرة. يلا سي رضوان القيش، بغيتك تجاوبنا وتجاوب هاد الناس هذا، ما شنو هو المعنى، شنو هو القصد ديالك براكم شوهتوا لبيع عشرة؟ يلا سي 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 رضوان جاوب هاد الناس. كنتسنى الجواب ديالك، ما تجاوبنيش كاع انا، جاوب هاد الناس هذا، اشنو القصد ديالك بشوهتو لبيع عشرة؟ شنو القصد ديالك بها؟ جاوبنا كاع الا كان ممكن، جاوب هاد الناس هادو. ياك ودري سطر او داو تاعي زكا ايوب ياك ممكن نشوف موديلات دابا اختي دابا. لا لا تيجاوبنا هاد السي رضوان اللي ما شواش اللي بيع عشرة وبغيتو يعني يجاوبكم، سولوه سولوه، ربي ما سولوه، بغيت كلشي يسولوه، بغيت كلشي تقليد عليكم، قلدكم انا بلاصتي، سولوا هاد السيد اشنو هو القصد ديال شوهتي التجاره والبيع عشرة، باش الا ما جاوبتيش او لا الا ما عندكش القدره او الثقه في النفس تجاوب هاد الناس هادو، انا راه غنجاوبك وعندي باش نجاوبك وغنقنعك. يلا بغيت كلشي 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 دابا، ما غنبيعو ما نشريو. هاد السيد هذا بغيتو نشرح لكم شنو هو القصد ديال شوهتي لبيع عشرة، انا راه عندي 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 الجواب، ولكن انا بغيتو يجاوب، هو بغيتو يجاوب، هو بغيتو يجاوب يقول لكم اشنو كيقصد بها.
يلا خير دوان، كلشي كلشي يكتب ليه جواب، كلشي طاقيه ويكتب ليه جواب، كلشي 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 بغيت كلشي 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 وكلشي بغيتو يجاوب، كلشي كلشي يكتب ليه جواب رضوان، جواب رضوان، جواب رضوان، يلا كتبوها لي كتبوها لي باش الا كان راجل هو يجاوبكم، الا ما عندوش الجواب انا راه مستعد نجاوبو في حدود الاحترام وغنعطيه بالدليل. ما غاديش يقدر يجاوبك زعما بغى يقول فرشتي ليه الاثمنه. سي حسن تهلا فينا، الله يتهلا فيه، الله يطول عمرو، درنا شي حوايج عمرنا حلمنا بهم. فهاد هاد الكومونتير هذا، هاد التعليق ديال هاد السيده هادي يكفي، قالت لك درنا شي حوايج مع حسن ما عمرنا حلمنا نديروهم. كلشي كتب ليه جواب، كلشي 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 كتب ليه جواب. يلا يلا افطوع اللي جيم وكلشي كتب ليه جواب، جاوب رضوان، السي رضوان جاوب، جاوب الناس، يلا السي رضوان بالي بالي جاوب هاد الناس هادو. لا والو تاي جاوبنا هاد السيد هذا، ما حاجه عاديه، انا الا قلت شي حاجه غنقول لك اودي فهمها ليا وشرحها ليا وشرحها للمتتبعين، راك دخلتي لواحد واحد الفضاء اللي فيه بزاف ديال الناس، جاوب الناس. الحسينه والراشي لا مسح الكومونتير ديالك عافاك، الحسينه والراشي مسح الكومونتير ديالك الله يرحم الوالدين. هنا عندي جي اجيب احترام سواء في التعليق سواء في كل شيء، احترامي الا ما كانش راه ما كان والو. السي حسن غنجي نأتت عندك كوزينتي، مرحبا بك الاخت الكريمه، مرحبا بك يوميات، مرحبا بك، ما عندك ما عندكش جي خودي عندك، خصوصا غدا غدا كنقول لك عندك الفلوس ما عندكش جي خودي. هذا راه محل ديال الدراوش، هذا محل ديال الفقراء، هذا ديال محل اللي دائما ضد الاحتكار وضد المحتكرين. جاوب السي رضوان ما يقدرش يجاوب، ما عندوش، ودير الفوتو ديالو ودير كل شيء ودير سميتو، كيقول لك احقا شوتي البعشره. غادي نقول لك علاش، انا غادي نقول لك علاش، نعطيك خير دليل السي رضوان هو هذا، خير دليل السي رضوان هو هذا الارتيكل، هذا الطحانه ديال العطريه، هاد الطحانه ديال العطريه السي رضوان قطعنا لك الطريق ماشي قطعنا لك الارزاق، كل واحد الله يسهل عليه، كل واحد الله يعطيه اللي يتمنى. ولكن 149 درهم السي رضوان، 149 درهم في هذه، والثمن الحقيقي ديالها 60 درهم، هذا هو الشوهة اللي كتقصدها انت. بمعنى حنا خرجنا لك بلي لايف وكنعطوا المحتوى نقي وكنعطوا للناس الاثمنه الحقيقيه، وهذه خرجناها كنديروا ليها 60 درهم، هذه 60 درهم، هذه ب 60 درهم، هذه ب 12% ديال السي رضوان. انت ما غاديش تقدر تبيعها ب 12%، انت خاصك تبيعها انت خاصك تبيعها بواحد 150 درهم ولا 200 درهم ولا 220 درهم. علاش؟ لان الحس ديال الانسانيه، وتحس بهذاك السيد او هذيك السيده اللي جات على اساس تاخذ هذه شافتها عند شي ناس، هذه راه هادشي راه كنعيشوه يوميا، هادشي كنقول لك راه كنعيشوه يوميا. هذه كتجي واحد المراه كتقول لك اودي راني شفتها عند شي ناس وشحال هذه بغيت ناخذها ولكن كتجيني غاليه، اليوم لقيتها عندكم ب 60 درهم. الله يرحم ليك الوالدين، فملي كيجي عندك الزبون كيعطيك فلوس وكيرحم لك والديك وكيقضي غرضه هو، فهذه راه ما عرفتش غنقول لك عليه. لذلك السي رضوان غادي نبداو لك بهادي ديال امبيريال، لاحظ مزيان امبيريال، هادي ب 60 درهم، 12% ريال 60 درهم، لاحظ معايا مزيان 60 درهم، هادي ب 12% ريال. وكاينين واحد النوع اخر، كاين واحد الشكل اخر اللي كيبغي يموه الزبون، انا هادي راه تنقولها تنموت
وما عمري غادي نتفق مع شي واحد اللي كيامن بهذه الهضره هذه. لا هذه ديال 60 درهم راه الدوزيام، ديال 5000 راه بروميان. عرفتي شنو هو البروميان والدوزيام؟ البروميان والدوزيام هو الثمن، لان امبيريال هذه امبيريال راه شركه كبيره، وما غاديش يمكن لك انت اولا انت دخل واحد الارتيكل اخر بحال هذا ودخل الكوبي ديالو وتسميه نفس السميه. حنا كنقولوا لك ها السميه وها الريفيرونس وها الارتيكل. علاش؟ باش انك ما عمرك تورط في هذه القضيه هذه ديال بروميان دوزيام. هذه الهضره هذه بغيت كلشي يغسل عليها. انا كنهضر على السميه. كانت اخت هذه وسميتها امبيريال راه 60 درهم. الا كانت اخت هذه وسميتها امبيريال راه 60 درهم. كانت اخت هذه وسميتها لوكسوس راه 60 درهم. كانت اخت هذه وسميتها لاكورد راه 60 درهم. كانت اخت هذه وسميتها كرافت راه 60 درهم. هذا هو اللي دائما كنحاول نوصلو لكم، هذا هو الحاجه الوحيده اللي دائما كنبغي كلشي يعرفها ووصل ليها. اذا الاخوان هذه غدا اللي مازال ما عندوش هاد الطحانه العطريه هذه 60 درهم، 60 درهم 1200 درهم. وغنهضروا على هذا، غنهضروا على هذا، غنهضروا على هذا واسمعوني مزيان. جاو عندي الدراري ديال ديال الشوبين، الدراري اللي كي اللي كيبيعوا عبر لي سيت في 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 الفيسبوك وفي الانستغرام وبزاف. جاو خداو عندي هذا، جا خدا عندي هذا. حنا راه ماشي ضد شي واحد، غير باش ما تفهموناش غلط. الله يسهل عليك انت وانت وهذاك 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 وهذاك. خداو عندي هذا، خدا عندي 192 على 192، 192 بياسه على 192. فكان تصادف انه حطوا ب 74 درهم هذا وديالي، وحطوا ب 100 عفوا ب 74 درهم، 74 درهم 1480 ريال. وفعلا باعوه وجالي هنوبه اخرى، جالي هنوبه اخرى باش ياخذوا عندي. قلت له لا انا راه رابح معاه ولكن ما غنبيعوش ليه، انا مدي فيه درهم وقناه. هو 74 درهم، 74 1500 ريال، 1500 ريال، 1500 ريال. كون كان كيبيع كيدي 5 دراهم الله يسهل عليه، نعطيه حتى 1000 هذا لا بغاه، نعطيه حتى 2000 هذا لا بغاه. ولكن باش تدي عندي انا ودرت معاك واحد الثمن خيالي وتبيعو انت ب 74 درهم، راه حتى انا شارك في ديك الجريمه، حتى انا مشارك فيها. واللي كي 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 يعني اللي متفق معايا في هذه الهضره هذه الاخوان يحطنا كومونتير ويعطينا لي جادور. وبغيت نسول جميع الزبناء ديالنا وجميع المتتبعين ديالنا، بغى يقول لك فرشتيهم هما البياع والشراء حيت انت كلشي مستفد معاك بزاف المساكين. هذا هو هذا هو هذا هو اللي المحل ديالنا كيف انزكان سوق الاخوان، كلشي بغيتي بارطاجي، لان راه نهار السبت ونهار الاحد راه كاين جوائز عباره عن ليكولي، ليكولي فيه بزاف، فيه خويت ماتوين كويت وفي بزاف ديال الامور ان شاء الله. شنو هو هذاك؟ هذا البرودوي، هذا البرودوي هذا ديال الموحن. انا البارح الاربعاء جلست وخديت بياسه وجربتها بزاف ديال الحوايج وافيكاس، هذا افيكاس، هذا طوب. الناس اللي خداوه كنتمنى 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 يجاوبونا عليه. هذا الناس اللي خداوه. عندك الكاسرول كيك حال او لا ما كتنقاش ولا شي حاجه بحال المساله هذه، فجربوا لي هذا. انت كاع لي زارتيكل اللي كيتنقى بهم غادي نوريك بحال هكا، هكا غادي نوري لك. شوفوا معايا مزيان يلا قلوب الاخوان، هذا انت غادي يبداو من السبادري. عرفتي كي كيرد هذا السبرديله؟ كيردها جديده، هذا كيردها جديده الروبيني. واللي بغى يعرف عليه مزيان يسكريني ويدخل للمواقع، على الموقع انا دخلوا ليه وشوفوا، دخلوا ليه وشوفوا. حنا على كنهضروا واضحين، ما كاين لا زواق لا نفاق لا ما كنمونتيو فيديوهات، ما ديريكت مباشره انا الموقع سكريني وهل يعني المصدر ديالو ميد ان تركي
وفيه نص كيلو وناتوريل ناتوريل. وغادي نبداو يعني من الصباط او السبريله جميع الاحذيه. غنبداو الانوكس كامل جميع الاوند الانوكس والروبيني ولافافو فريتوز البانيني لافافو الفرنو كذلك الكاسرول كذلك البراد والبرقان وداك الشيء عرفتي. الالمنيوم كي كيردو هذاك يردو بحال الانوكس. انا راه جربته البارح انا والفران والمصلوح ورا ليا الكاسرونات انا افيكاس كيلمع اكسترا شي حاجه ديال الطوب شي حاجه ديال بصح. هذا الثمن ديالو 30 درهم نص كيلو 30 درهم. هذا الثمن ديالو 30 درهم. واللي خداه الاخوان يحط لنا واحد كومونتير. اللي خداه يحط لنا واحد كومونتير. اللي خداه يحط لنا كومونتير تعليق كي جاكم زوين خايب نزيدوا فيه لا. ان هذوك هما 30 درهم 70 درهم. يلا الاخوان كلشي 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 فين بدا المدران؟ بدات نقصا؟ غمي اوه راه نسكر كان ماشي مشكل. سير قضي الغرض سير قضي الغرض نهاني ماشي مشكل. نتسناو كيما تعطلش ياك شحال تقريبا فين غادي نتوما؟ صافي سير اختي قضي الغرض الله يسر الامور. انا نتسناك انا ماشي مشكل صافي الله يسر الامور. ما درتي لان؟ 6600 لا 6600 سولد هذاك. سير اسي قضي الغرض 6600 خويا راه شفناك في واحد اللايف. ايوا شفتينا في ذاك اللايف. سير دخل ذاك اللايف وشوف الثمن ديالها. حنا راه واضحين مع كل شيء. سير سير الغدا كاع وقضي الغرض نتاعك الغدا وجي قضي الغرض. والله اخويا ما عندنا كي نديرو لك والله ما عندنا. سوق ثلاثة مدينة انزكان زان فورنو زيد 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 هانا عاوتاني 94 ديال السكيت من 100 درهم ديو 3600 ايوا على بركة الله غادي نبداو غنبداو بلي ميكسور ورد دروان. غنبداو بلي ميكسور لي ميكسور هنا لي ميكسور إيليت شي حاجة ديال الطوب. ميكسور إيليت شي حاجة ديال الطوب شي حاجة ديال بصح شي حاجة الكانار أمانار شي حاجة ديال الطوب. هنا لي ميكسور في ثلاثة ديال الألوان ثلاثة ديال اللوينات. لي ميكسور الغرف ديالو ثلاثة ديال الألوان الإنوكس. هذا 110 درهم 110 درهم ثلاثة ديال اللوينات غدا بحول الله 110 درهم 110 درهم 110 درهم 110 درهم حيد نوا 110 درهم 110 درهم ثلاثة ديال اللوان كيف كتلاحظ معنا. يلا الإخوان كلشي بغيتو يبارطاجي في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات كلشي كلشي صغير كبير كلشي 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 باش السير رضوان يلقى الخاطر ديالو. السير رضوان يكون براع مع راساتو. السير رضوان مرحبا بك معنا. السير رضوان كنقول لك مرحبا بك وشوف بعينيك مزيان الهميزات اللي غادي نشوفهم غدا راه غادي يمرضوك ما يخلوكش تنعس. انا 110 درهم ثلاثة ديال الالوان 110 درهم ميكسور كومبلي 110 درهم اصحاب 299 درهم 300 لا 110 درهم 110 درهم. غادي نعطيك الكاسرون ديال الجرانيت. عطينا الكاسرون ديال الجرانيت اللوينات ديالو الكاسرون ديال الجرانيت الالوان ديالو. عطينا الكاسرون ديال الجرانيت في اللوينات غادي تاخديه الا لا غدا وغادي ياخذوا السير رضوان معنا كنرحبوا بهم مرحبا بك. غتاخديه 230 درهم كاسرون ديال الجرانيت. كاسرون ديال الجرانيت غتاخديه 230 درهم 4600 ريال. وشوف بعوينتك وحل عينيك وعطينا ودنك وسمع مزيان وداكشي اللي سمعتيه وشفتيه راه هو اللي غتلقاه غدا هنا ان شاء الله. غادي نشوفوا هاد يسرى يسرى اللي قالت لك ورينا هذيك الكاسرونه واش بصح ولا لا. حنا مستعدين لالا نوريها لك. ام مرحبا بك عندنا. وهذا الشيء كله بشحال؟ خمسه الكاسرون ديال الخمسه السيرفيس فيه خمسه ديال الكاسرولات ديال الجرانيت 230 درهم.
رزم الوان نساء، اعطينا اللوينات ديالها، اعطينا اللوينات. لا شوف سير، غادي نجاوب هاد السيد هذا عمر العمر، غادي نجاوبك انت، غنجاوبك انت السي عمر. يبيع باش ما بغى، يبيع باش ما بغى. انت براسك، انت انت براسك، انت براسك الا خديتيه ب 100 درهم وجيتي لقيتي عندني ب 30 درهم غاتمرض، والله تتمرض. انت اللي داوي غير هكا، والله وتاخذو ب 100 درهم هذا وتجي تلقى عندي ب 30 درهم تتمرض. وهنا كي هنا كيبان الحلال من الحرام، هنا كيباغي، هنا كيبان اللي باغي الحلال واللي باغي الحرام، هنا كيبان. انا كنقول لك هنا كيبان وواضح وباين انك تربح 3 فوا و 4 فوا و 5 فوا، فهذاك راه ما بقاش حلال ولي، ربما سير سول عليها. انا هذا هو الفكر ديالي، راه ما بقاش حلال، راك ديتي الحرام، لان ماشي ربحتي شويه، راه ربحتي بزاف، والربح بزاف يعني الربح السريع راه من ضمن المحرمات، وسير سول عليها. يبيع باش ما بغى. ما فرضتكش انت واش كاين واحد النوع ديال العيال، انا نجاوب هذا السيد هذا حيت هاد الهضره هي اللي كتخلينا نمرض. ما فرضتكش انت باللي راه كاين واحد النوع ديال العيالات كتفيق مع الربعه الصباح، كتفيق تصلي الصبح ولا الفجر، كتلقاها غاديه معلقه في البيكوبات وطالعه في الطوبيسات وكتجري باش تمشي للفيرما وتجيب 70 درهم في النهار، توكل منها راسها، تخلص منها الضو، تقري وليداتها منها، تخلص منها الحوايج، تخلص منها المعيشه. وامتى هاد السيده دابا امتى غتاخذ هذا؟ الا كان 100 درهم امتى؟ جاوبني جاوبني. الا كان هاد الشيء هذا، انا ما كنهضرش على الحسد، انا قلت لك تنبيعو جمله، هذا كنبيعو بالجمله، كنبيع في العدد. ما شفتيه كاع انت، ما حضرتيش ليه وما شفتيش وما سقتيش ليه الخبار، ولكن انك باش يجي واحد الكليان مسكين يدي كلهم ثقوبين بتمره وبالعذاب وتجي تدي على ظهره انت 70 درهم زايده، 70 درهم هذا الشيء زايد، هذا الشيء ماشي خديتيه بالفور، الشي فور ماشي ديالك زعما نورمال عندك هاد الهضره هادي؟ جاوبني كاع، واش نورمال؟ الا جاتك هاد الهضره انت نورمال؟ ربما راه الا خديتيه انت ب 100 درهم وتلاقيتي عندنا ب 70 درهم هنا، اقسم بما ان باعت محمد حتى تمرض. وسير سول على هاد القضيه هادي، وانا غادي يجي لي ما نعطيهش لي مباشره، حتى الا كان معنا في هاد اللايف هذا يطلع معنا ونقول له لا، لان هذا ديالي خدام به وعرفته افيكاس، وكنصح به جميع الزبناء والمتتبعين، وانا جربته بيديا، لان دائما ملي كنبغي نعطي نهضر على شي بياسه، او اللي ملي كنبغي نهضر نقول لك هذه راه مزيانه او لا ما مزياناش، راه ماشي كنجي وكنقولها غير هكاك، راه ما كنقولهاش الا وكنجربها. علاش؟ باش نصفي بيني وبين ربي، ونصفي بيني وبين راسي، ونعرف اشنو ديت للدار ديالي، ونعرف اشنو وكليت. استغفر الله من الله. هذا هو الواقع. غادي نجيو لكاسرون ديال الجرانيت، غادي نجيو لكاسرون ديال الجرانيت الخوي، غادي نجيو لهذا، هذا في خمسه ديال البيس، خمسه ديال البيسات، خمسه واحد معايا مزيان، خمسة ديال البياس، خمسة، خمسة ديال البياس، خمسة ديال البياس، إيه خمسة ديال البياس، ولكن هذا راه كنقول لك غدا فقط، خمسة ديال البياس، المقلة كلها تويتي، خمسة ديال البياس 230 درهم، هاد الكاسرول هذا ناس دراوش، الناس اللي باغين هاد الارتيكل هذا وما قدوش عليه وما عندهمش الجهد ليه، غدا راه كنقول لك هذا كله ب 4600 ريال، ب 4600 هذا كامل غتاخذيه ب 4600 ريال غدا. ستربيس ديال الكاسترول، ستربيس فيه خمسه، لاحظ معايا مزيان، ستربيس فيه خمسه من هادو، من الكبيره حتى للصغيره 230 درهم، 230 درهم. الاخوان الاخوات، نهار السبت ونهار الحد، وابتداء من هذا اللايف هذا، اللي عنده اكبر عدد ممكن للبارطاج في جميع المجموعات، اكيد راه كاينين لي كولي ان شاء الله غيتفرقوا هذه السيمانه عاوتاني، غادي نبداو لي كولي الصغار غدا، وغادي نبداو لي كولي كبار السبت والحد ان شاء الله. لمن الناس اللي كيتفاعلوا معنا، والناس اللي كيبارطاجيو معنا، والناس اللي دائما كيتفاعلوا معنا، والناس اللي عندهم الشاره ديال السوبر فان بلس
دو، فكلشي غادي يستافدوا معنا ان شاء الله. وكنقول لكم غدا بحول الله راه كاين عرس تجاري، عرس تخفيضي، حافل في التخفيضات ديال غدا ان شاء الله. فلذلك اختاريت لكم هذا الوقت هذا بالضبط باش ندوزوا كلشي وكلشي يشوف معنا. 230 درهم الكاسرول الجرانيت، 230 درهم الكاسرول ديال الجرانيت، 230 درهم وفيه اللوينات، 230 درهم وفيه اللوينات. هاك الحبيب ها هو اش نقول لكم، هو هذا 230 درهم، اولا غادي ندير بحال هكا 230 درهم، هذا 230 درهم، 230 درهم، 230 درهم، 230 درهم، كلشي 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 هاك فيه المبرج. غادي نجيو للبولوار، غادي نجيو لهذا البولوار هذا، غادي نجيو للبولوار هذا. ولا جينا نسول بعض الناس هنا تلقاه شاري 150 درهم 200 درهم. هذا البولوار، هذا البولوار هذا، وخصوصا في هذا الوقت وفي هذا الجو وفي هذه اللحظات راه كلشي يعني كيستعمل هذا. هذا الا جينا نسولكم تقليد عليك انت وانت اللي خديتيه وعندك في الدار ديك شحال باش خديتيه، تقليد عليك، تقليد عليك شحال باش خديتي هذا. حنا راه قلدناك شحال باش خديتي في جميع المحلات. شي اثمنه كيخلوك تحير في جميع المحلات، اثمنه خياليه. فحنا غادي تاخد عندنا هذا بواحد الثمن جد رمزي، جوج يترو، لاحظ جوج يترو، دو لتر، جوج يترو، ماشي يترو، ماشي يترونس، ماشي يترو 800، لا هذا جوج يترو. البولوار ديال الضو جوج يترو، جوج يترو، هذا جوج يترو، وغادي تاخذوه ب 80 درهم، 1600 ريال. اعطينا ودنيك هذا ان شاء الله بحول الله غدا ب 80 درهم، 1600 ريال. هاك ولدي حط هذا تما. لا ترى كاينه واحد الهميزه اخرى ديال البانيني والقنار، القنار، 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 هاد السربيس هذا، هاد السربيس هذا كاين اللي كيبيعو ب 700 درهم 800 درهم. هذا غادي نوريك بحال هكا، السربيس هذا راه كبير، هاد السربيس الجرانيت 270 درهم، 270 درهم، 270 درهم، 270 درهم، 270 درهم، 270 درهم. المحل ديالنا كاين في انزكان سوق 3 مدخل رقم 4، هذا 5400 ريال، 5400 ريال، 5400 ريال. عطينا ودنيك مزيان وبارطاجي هذا اللايف هذا باش الا ما استفدتيش انت يستافدوا ناس اخرين، واللي الا استفدتي انت وناس اخرين مازال ما استفدوش. كلشي بغيتو اي بارطاجي معنا على بركه الله، على بركه الله. واحد السيده خديجه قالت لك خديتو 140 درهم داك البولوار الماء، قالت لك خديتو 140 درهم. لا انا غادي 140 درهم ربما تاخذي جوج. يلا الاخوان كلشي 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 بغيتو بارطاجي، كلشي 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 صغير كبير. هذا 5400 ريال، 5400 ريال. عطينا الكاسرول ديال اليوم، غادي نعطيكم كذلك البانيني، البانيني الحجم الكبير، البانيني في الحجم الكبير ديال الجرانيت. هنا لومبالاج اللي عجبك، الشكل اللي عجبك، السميه اللي عجبك، اللون اللي عجبك، الموديل اللي عجبك، جميع الانواع ديال البانيني الكبير، البانيني الكبير سمعني مزيان، البانيني الكبير، البانيني الكبير كله ب 200 درهم، كله 200 درهم. جميع الاشكال البانيني غدا ان شاء الله بالنسبه لهذا الحجم هذا، الحجم الكبير، البانيني الكبير هذا صانع السندويش 200 درهم، 200 درهم، 200 درهم. ها شكل اخر، ها كرافت. علاش كنديروا فيه بزاف ديال الماركات وبزاف ديال الاسماء؟ لان كاين اللي كياكلوا له الدماغ ديالو كيقول لي لا هذاك راه ما سميتوش كرافت، حكا سميتو ايليت، لا راه ما سميتوش ايليت، حكا سميتو لوكسوس. لا حنا كنجيبوا جميع الانواع باش نحيدوا ديك الفكره ديال هذا ماشي خو هذا. اذا الاخوان هذا 200 درهم في جميع الماركات، الشكل اللي عجبك، السميه اللي جبتيها معاك في دماغك راه غتلقاها هنا في هذا البانيني هذا، وب 200 درهم، 200 درهم، 200 درهم، 4000 ريال، 4000 ريال. غادي نجيو البانيني شويه، بانيني الكبير شويه، اللي بانيني اوغريا وشويه، بانيني اوغريا وشويه اللي هو هذا، لاحظ معايا مزيان، ديال 180 درجه، بانيني شويه قريه اللي هو هذا،
انا هذا 330 درهم، 330 درهم، 330 درهم، 6600 ريال، 6600 ريال، 6600 ريال. البانيني الكبير شويه قريه 6600 ريال. المحل ديالنا كيف في انزكان سوق 3 مدخل رقم 4. هاد العروض اللي كندوز لك راه ديال الصباح، هاد العروض غادي تستافدوا منها ان شاء الله غدا مع الصباح بحول الله تعالى وقوته. اذا هذا الاخوان 330 درهم، 6600 ريال، 330 درهم، 6600 ريال. عطينا مازال شي اخر. انا هذا شوف مزيان، شوف مزيان، غادي نصدمك. شوف مزيان الاخ الكريم، شوفي مزيان اختي الكريمه، شوفي مزيان. هذا 120 درهم، 2400 ريال. يلا كلشي كلشي بغيتو يجاوب، كلشي كلشي كلشي. واش عمرك خديتي بانيني ب 2400؟ واش عمرك انت وانت خديتي بانيني ب 2400؟ غدا غتاخذيها انت 120 درهم، 120 درهم، 120 درهم، وغتاخذي بانيني غدا 120 درهم، وغدا غادي تاخذي بانيني 120 درهم، 2400 ريال، وصانيه الساندويتش 120 درهم، 2400 ريال، 2000 والله واخا ما عرفتش تقول، هذا لا خديتيه عند شي واحد 120 درهم، لكن حنا غنوفره لك تلبية لطلب جميع الزبناء والزبونات والمتتبعين والزوار ديال المتجر ديالنا. كنقول لكم مرحبا بكم عند حسن الحي، غدا همزة ديال بصح، ما نستثنيوش شي واحد، غادي نجيو ديال لي كوفخ، الناس باقيين كيسولونا في بانين ديال لي كوفخ، كنقول لك ها هو. بانيني غوفر، بانيني لي غوفر، هذا 180 درهم، 3600 ريال، 180 درهم، 3600 ريال، 3600 ريال، 180 درهم، 3600 ريال. راه سلام عليك عقيد عبد الجليل، مرحبا. انا 180 درهم، 180 درهم، 3600 ريال، هذا 3600 ديال لي غوفر، وشي حاجه طوب، شي حاجه كاليتي، شي حاجه ما تعذرنيش فيها، تجرب هنا، تقلب هنا، كلشي هنا. 180 درهم، 180 درهم، 3600 ريال، 3600 ريال، 3600 ريال، 180 درهم. الكاس ديال اتاي جميع الكيسان 60 درهم، اللي كيسول على الكاس ديال اتاي جميع الموديلات ديال الكاس 60 درهم، 1200 ريال. الكاس اتاي ما تسولنيش عليه، خديت بانيني ب 300 درهم، لا حنا غتاخذيه 120 درهم غدا ان شاء الله، ماشي مشكله السي حسن، غدا نجيو بكري ان شاء الله، عافاك بغيت جمله. مرحبا بك مروه، مروه دوزي. الناس اللي باغيين يتواصلوا معنا على الواتساب 0661 0661 56 40 20 0661 56 40 20 واش نجاوب؟ الله يسر ليك الامر ام سليمان، اللي باغي جمله يجي عندنا مرحبا به. كاك جاوبني الله يخليك، مرحبا. غادي نجاوب على شفنا الكومنتير، واش كان تخفيض كوكوت اللي عنده سوبر فان بحال هاد السيده اسيا اسيا، خاصها تبارطاجي لان البارطاج دابا راه كيبان كيطلع عندنا، لي بارطاج راه كيطلع عندنا، كلشي بغيتو يبارطاجي هاد السيده هادي، يلاه طلع ليها سوبر فان. ام اسراء، ام اسراء، عفا كوكوت انواع تاع وثمن تاع، غادي نوريها لك اختي، وراه عندك السوبر فان وربما السوبر فان بلس ان. اسيا اسيا كذلك عندها. المصلوح حتى هو كاين. شحال مكنسه كهربائيه عندك سوبر فان بلس 2، برافو عليك. كلشي بارطاجي الاخوان، كلشي كلشي كلشي، راه كاينين همزه، كاين همزه، كاين هاوته، وكاينين جوائز، ماشي انا اللي غنعطيهم، كناخذوا من هذه وكناخذوا من شركات اخرين وكنحفزوا الزبناء ديالنا، ولا قلناها فكنقدوا بها. إذا الإخوان الأخوات زيد بارطاجي معنا، ما عليك غير تبارطاجي، راه غادي تستافد معنا إن شاء الله بما فيه الكفاية. الأخ الأخت الكريم، الأخت الكريمة، كلشي بغيتو يبارطاجي معنا خصوصا في هذا البث هذا، ما بغيتش والله ما بغيت تستافد واحد الفئة وفئة ما تستافدش، لذلك كنقول لك بارطاجي باش كلشي 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 يقدر يستافد معنا. مرحبا بكم، مرحبا بكم. هميزة حسن الحيحي غدا غيروينا روينا في الكوزينة. زيد انا صحاب سالت لي البوطه، سالت لي البوطه، قولوا لها باي باي، سالت البوطه، غلات البوطه، ما جاتش البوطه، ثقيله البوطه، شكون غيطلع عليها مع الدروج، شكون غيجيبها لي من عند محانوت كذا. كنقول لك ها ديري
دير عويناتك وشوف مزيان، دير عويناتك وشوف مزيان، دير عويناتك وشوف مزيان، حلو دير عويناتك وشوف مزيان. هذا 230 درهم، 230 درهم، 230 درهم، 230 درهم. شحال ثمن الكاسرونات الكرانيت راه دوزتهم اختي؟ 230 درهم، 4600 كاسرونات الكرانيت. كذلك هذا الفور الكبير إليت شي حاجه الطوب انا 230 درهم، 230 درهم، 230 درهم، 230 درهم. كذلك هذا الشكل هذا 90 درهم، هذا 90 درهم 18100 ريال، 90 درهم هذا 18100 ريال، 90 درهم. هذا الفرنو هذا سواء عندنا او لا في بلاصه اخرى او لا في قاره اخرى 90 درهم الثمن ديالو. الاخوان هذا سكريني 90 درهم 18100 ريال، 90 درهم. كلشي بارطاجي، زيد 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 زيد. راه نسيتو هنا في الجاد، والله الا نسيتو هنا، نسيتو هنا ونسيتو هنا ونسيتو هنا كاع. كلشي بارطاجي معنا وكلشي عطينا لي لايك لي لايك لي لايك، كلشي كلشي. سلام، واش عندك الغلاي ديال الزاج كاين؟ عطينا داك البولوار ديال الزاج. غادي نزيدكم هادي، غادي نزيدكم هادي، هادي سيرفيس فيه خمسة، سيرفيس فيه خمسة، خمسة اللي فيه خمسة. وراه كاين اللي كيقول فيه 400 درهم 450 و500 في بلايص اخرين. حنا غادي نقول لك هذا، لاحظ معايا، عشاق الأناقة، عشاق اللوكس، عشاق شي حاجة إيفيكاس، عشاق الهميزات الواعرين، عشاق طوب ديال الطوب ديال بصح، عشاق اللي باغي نشز عفوا الجيكس والمسيح والحكان والفراكة. لاحظ معايا إينوكس مرايا، ميتين درهم، ميتين درهم. لاحظ معايا هادي أصغر حجم، أمس اللي تابعها 200 درهم سيرفيس، 200 درهم. أربعة آلاف ريال وأكبر حجم، ما شاء الله أكبر حجم. هذه الحجم الكبير كاع، الحجم الكبير كاع. هادي فيها خمسة ديال البياس، 4000 ريال غدا إن شاء الله، 4000 ريال. غادي نعطيكم واحد الهميزة أخرى، غادي نعطيكم واحد الهميزة أخرى، وبغيت كلشي يجاوبني شحال باش خداها. ما تهضرش على المحل ديالي أنا، هضر فين خديتيها، فين خديتيها أنت وبشحال باش خديتيها، وكون غير صريح مع نفسك وجاوبنا بداك الشيء اللي كاين. يلا الإخوان اللي هي هادي، هادي 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 هادي، شحال باش خديتيها في المحل ديالك ولا في الكليان عند ملي كتقدا، شحال باش خديتيها؟ جاوبنا بصريح العبارة. هذا شحال باش خديتيها؟ بالزربة بالزربة والقنارة، ما نار ما كان غير القنار. أم إسراء غنعطيك الثمن ديالك وكوت أختي، دابا غادي نوصلها غادي نوريها لك. وحيحي غي كان الله يحفظك، ماني غتليت اللي كيسول على العنوان ديالنا. فاحنا كنتواجدوا في مدينه انزكان بالضبط سوق 3 مدخل رقم 4 جناح 6 حدا صحاب الحلوه. لا دخلتي مع باب 4 دور عليه ديك اليسر مول الحلوه الاخر انا حداه. وراه كنبارطاجي واخا ما كتجاوب، لا الا شفت الكومونتير ديالك راه غنجاوبك، وراه ما غاديش نقدر نقرا 2000 كومونتير و 3000 كومونتير، غير عاوديها باش نقرا ان شاء الله. بغيت شي وحده يجيبها ليا واش كاينه. حنا راه ما كنوصلوش بياسه، اللي بغى شي حاجه يجي عندنا مرحبا به في اي وقت. هادي دوتشمان، ودوتشمان كلنا كنعرفوه، داير 335 درهم جمله، 335 درهم جمله. قسمه ونصيب من الله 06 61 56 40 20، 06 56 06 61 56 40 20، 61 56 40 20. هادي 180 درهم، 3600 ريال، 3600 ريال.
هادي 180 درهم، هادي 180 درهم 3600 ريال، هادي 180 درهم 3600 ريال. يلا بغيت كلشي بارطاجي، بغيت كلشي بارطاجي، كلشي 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 صغير كبير كلشي. غدا جي عندك ما عندكش تقضي الغرض، غدا كلشي غني فقير ياخذ، غدا جيب بصيديم ديالك قد ما جبتي راه تديه، وقد ما جبتي وتعمر كوزينتك، ومرحبا بصغير مرحبا بكبير مرحبا بداك الغني، وعطينا داك الفقير نموتو معاه وغادي يقضي الغرض ديالو ب احسن ما كاين في العروض غدا. انا هذه 3600 ريال، ان كاين العيالات ما كيعرفوش الدرهم. 3600 ريال، 3600 ريال، هذيك خديتها ب 350 درهم، منصف منصف انصاف خداتها قالت لك ب 7000. هذه 180 درهم 3600 ريال غدا، 3600 180 درهم، واللي فيه مرض القلب يطرطق. هذه 180 درهم 3600 ريال، 3600 ريال. تيسبا تيسبا خويا راني ما شفتش الكومونتير ديالك، والله ما شفتو بالله، ماشي ماشي 50 20 40 20 اللي سوبر فان ديالك في مراكش خاصك تصيفط لهم ان شاء الله. علاش الله يا ودي، عندنا ناس في مراكش مرحبا بهم. ماشي مشكل سي حسن، انا خديتها ب 400 درهم اقسم بالله. لا ما حلفناكش اخويا، غير كتب الكومونتير ديالك بلا حلف. انا اكبر ربح عندي هو اللي كاع الناس استفدت. مرحبا، هذا هو الربح ديالنا، انه جميع الاسر وجميع الفئات استفدوا معنا في العروض ديالنا، ولكن الحفل الرائع 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 والواعر هو انه ديال غدا. هذه 3600 ريال. انا دوز لوحده اخرى، انا دوز اعطينا هذه. الناس اللي كيعانوا في كاس الزاج او شي حاجه اخرى بحال هكا ما يغان فانيلا. انا هذه الكاس ماشي الزاج، هذه الكاس الاينوكس، هذه الكاس الاينوكس، هذه كلها اينوكس كامله، كلها اينوكس، هذه كلها اينوكس. 230 درهم، 230 درهم، 230 درهم، 230 درهم، 4600 ريال. هذه اختي نهشت، اعطينا مازال، اعطينا الهشوار كذلك الهشوار ديال ثلاثة ديال البطونات، ثلاثة ديال البطونات واللي فيه اللون هنا وباليد، ثلاثة ديال البطونات 12 موس ضراب. هذا 150 درهم غدا إن شاء الله، 150 درهم واللي فيه مرض القلب الله يعفو عليه. حنا كنقول لك هذا ديال 304، 304 والفيكساسيون ديال الإينوكس وثلاثة ديال البطونات وكل ديال الإينوكس 150 درهم 5000 ريال. كذلك بالنسبه ديال الإيليت شي حاجه الطوب البلاندي شي حاجه الكانار، انا كذلك حتى هو نفس الشيء، ثلاثه البطونات، جوج بطونات من هنا يعني الصوره ديالو وبطونه من هنا، هذا كذلك 150 درهم 3000 ريال. غدا على الصباح ان شاء الله غنعطيكم المول، المول ديال مادلين، المول ديال مادلين انا 400 ريال، 420 درهم، 20 درهم. هذا المول هذا غدا ان شاء الله 20 درهم. عطينا هذا البلاطو البريستيج 50 درهم، بلاطو البريستيج 50 درهم، صافي ظني 50 درهم، 50 درهم، 50 درهم. مازال ما كنقراش التعاليق الاخوان، غير بارطاجي، راه غنرجعوا للتعاليق كاملين وغنقراوهم. هذا 3 بياس، هذا 3 بياس ثقيل وماشي الخفيف، هذا 3 بياس، ثلاثه ديال البياسات، ثلاثه ديال البياس، هذا ثلاثة ديال البياس ب 60 درهم، ثلاثة ديال البياس ب 60 درهم 1200، ثلاثة ديال البياس ب 60 درهم. كذلك بالنسبة للباتور الميكسور والباتور أو الضراب، كل واحد اش تيقول لي، هذا 60 درهم 1200 ريال، ثلاثة ديال الألوان 1200 ريال، 60 درهم 1200 ريال. يلا الإخوان كلشي بارطاجي خويا، دوك الدراري اللي قدامين أجي ولدي قرا، أجي قرا هذه، قرا هذه، قرا بلا تلف، قرا هذه. اقرا خويا دوك الدراري الله يهديهم اختي. مول الجرانيت كاين، كاين اختي كاين. واش تبغي تخدم معاك العنصر النسوي؟
ما نقدرش اختي. السلام عليكم، واش كاين مقلي ديال القلي؟ ما كنلصقوش انا، غندوز مقلد القلي. اذا هذا 60 درهم، 1200 ريال، 60 درهم، 60 درهم. لا مقله بحال الكاسرونه، المقله في الكاليتي ديال الكاسرونه، تيتانيك وغرانيت. هذه 60 درهم، 60 درهم، 60 درهم، 60 درهم. فوالا، غادي نبداو بالنوامر القياسات، غادي نبداو هكا القياسات ديالها. الله عدناها مزيان القياسات ديالها، هنا بالقياسات، هنا غادي نبداو بهادي 60 درهم، 1200 ريال، 60 درهم، هادي 1200، هادي هي الميزة اللي بغيت كلشي يستافد منها، 60 درهم، وفيها سباتيول داخل، 70 درهم، 70 درهم الكبيرة، 70 درهم، 1400 تيتانيك وديال الجرانيت، هنا وما كتلصق، ما كتحرقش، ما قول لهناوات كتاخد شي حاجة وكتاخدها بوجهك حمر. كنعطوك الكبيرة اللي تابعها، كبيرة بزاف وفيها مقص كادو، هاد المقص هذا فيها كادو، 80 درهم، 60، 70، 80، هادي 80 درهم. غادي نمشيو لأكبر حجم بالنسبة للقلي والحوت و... أنا النمرة، النمرة 30، النمرة 30، هاهي النمرة 30، شوف مزيان هنا النمرة 30، هادي الحجم الكبير كاع. أنا 90 درهم، فيها 4 ديال القياسات، فيها 60 درهم، وفيها 70 درهم، وفيها 80 درهم، وفيها 90 درهم، 60، 70، 80، 90، 1200، 1400، 1600، 1800. بالنسبة للمقلة، هنا غادي نجيو ديال البغرير، هادي 30 درهم، هادي 30 درهم، 600 ريال، 30 درهم، ونفس الشيء ونفس لامارك وشي حاجة الطوب، هاك. غادي نجيو الكبيرة ديالها 50 درهم، 50 درهم، 50 درهم، 50 درهم، كاينين في انزكان سوق 3، مدينة انزكان سوق 3. اللي كيسول على العنوان الاخوان، الا شفتوا شي واحد كتب وسول على العنوان، كان يعني كنطلبكم وكنترجاكم انكم تجاوبوه باش ما يصحابناش واش متجاهلين ولا شي حاجه. كاين فرونت، دخلوا للباج ديالنا راه فيها كاع لي فوتو. هكا هادي ديال البايلا، لاحظ معايا مزيان اللي فيه الجوع ما يشوفش، اللي مازال ما معشيش هادي راه غير فوتو. انا 60 درهم، 1200 وغرانيت من الداخل وبرا، 60 درهم غرانيت من الداخل ومن برا، 60 درهم، 1200 ريال، 60 درهم، دير عويناتك وحضر معنا عقلك ودير معنا ودنيك. هادي 60 درهم، 1200، 60 درهم، 1200 ريال، 60 درهم، 1200 ريال، 1200 ريال. هنا عاوتاني غرانيت بالنسبه للاقام الاخر، لان كان هذا اللاقام هذا اللي عاد دوزناه، وكاين لاقام اخر اللي فيه سيربيس كامل والقالي ديالو والقوامل ديالو جميل الاشكال ديال هذا اللاقام هذا، غدا راه فيه صلد في الجرانيت كلها. انا 60 درهم، 60 درهم، 60 درهم، انا 50 درهم الكرافت. اللي يقول لك شي واحد لا راه غير صبغه هذيك راه ماشي جرانيت، او اللي يقول لك شي واحد راه الجرانيت خاصها الطباع راه التيكيتا لاصقه، راه كنقول لك كرافت. عندنا المطبوع الشريف، عندنا المطبوع الشريف، واش كاينين ولا لا خويا الحسن ومسعود؟ خويا هذاك اخويا اللي كيبيع في المحل فوق، خويا هذاك مبيخرات شحال، 60 درهم، انزكان سوق 3. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، اثمنة الدرويش فينا بلاصه، انزكان سوق 3 حدا صحاب الحلوه، جناح 6 مدخل رقم 4. انا في مارتيل، كيف توصل الهاتف؟ 06 61 56 40 20، 06 61 56 40 20. اذا غادي نوصلوا التهميزات ديالنا وغنوصلوا التخفيضات ديالنا، وانت غير حضر معنا ودير عويناتك ومرحبا بكم. هذا 50 درهم في جميع الالوان، ها واحد الهميزه، ها واحد الروينه في الكوزينه. انا 280 درهم، راه الناس خداها وعدنا، اللي خداها وجربها يرد علينا. هادي 280 درهم، 280 درهم، 280 درهم، 280 درهم، وفيها جوج ديال الالوان، 280 درهم، 5600 ريال،
5600 ريال، وفيها كاع لي زارتيكل ديال القناه ديال الشرجم ديال الحناموسيات حتى الماريو، شي حاجه بحال هكا اللي كتشد الغبره وكتشد لك يعني سميتو، تقدر تستعملها في اي بلاصه. هادي 280 درهم، 5600 ريال، 280 درهم و3 متر في الخيط، خدم من هنا وسيتي ليه غرام د المشكل ما كاين. اعطينا كذلك الكبيره، الحجم الكبير، هادي اكبر حجم في الاسبيراتور، اكبر حجم في الاسبيراتور 400 درهم، 8000 ريال، وكذلك حتى هي جوج ديال الالوان، جوج ديال اللوينات، جوج ديال اللوينات، وها لي زارتيكل الصغار، يعني هاد لي زارتيكل كلهم راه غاديين معاها انتما، واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة ديال لي زارتيكل، جميع القنات، جميع البلايص، شي بلاصة بعيدة، الشرج ما وصلتيش، تحت الناموسية، تحت الماريو، تحت شي حاجة بحال هكا، تحت البوطاجي بحال هكا، كلشي كيتلقى في أحسن حلة. أرا عطينا مازال، غادي نجيو للبريستيج، البريستيج، البريستيج، وما أدراك ما البريستيج. البريستيج مولاي، البريستيج، أنا نهضر معاك من المرية، البريستيج أكبر حجم في البلاطو، أكبر حجم في البلاطو، هنا، فتا هو غادي نديروه نضم الصوب ديالنا، ونضم التخفيضات ديالنا، ديال يوم غد إن شاء الله بحول الله، فكنتمنى نكونوا عند حسن الظن ديال جميع المتتبعين والمتتبعات. غادي نجيو كذلك لهذا البلاطو هنا، اغلبيه ديال الناس خداو هادي بواحد الثمن خيالي، اغلبيه ديال الناس خداو هادي بواحد الثمن جد مرتفع، هادي غدا غادي تاخذها عندنا ب 50 درهم ان شاء الله، ب 50 درهم ان شاء الله، 1000 ريال، 50 درهم الشريف، 1000 ريال شتيها، هادي غتاخذها ب 1000 ريال، غدا ان شاء الله ب 50 درهم، ب 50 درهم. البلاطو ب 90 درهم، البلاطو ديالهم ب 90 درهم، بلاطو 90 درهم، 1800 ريال، بلاطو ب 1800 ريال، البلاطو ب 1800 ريال، 90 درهم البلاطو، هاد لي بياس هادو 50 درهم، بغيتيها كلها كريستال، أولا بغيتيها نحاس وكريستال، هادي 50 درهم إن شاء الله بحول الله، فران الخبز عافاك، كلشي كاين ديال الضو، عطينا 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 الكوكوت. انا الناس كذلك اللي كيمشيو للخدمه وما كيبغوش ياكلوا ماكله الزنقه، احسن ما خديتي في البورتمونجي، احسن ما خديتي في البورتمونجي هو هذا، احسن ما خديتي في البورتمونجي هو هذا، 80 درهم، 80 درهم، 80 درهم، 80 درهم. كذلك بالنسبه ديال لي زيبيس ديال العطريه غادي نعطيكم الثمن ديال هذا، ربما راه شفتوه في الفيسبوك، راه حطيناه كامل، دخلوا الباج راه فيه الثمن ديالو، هذا راه واعر وزوين وكنصح به الناس ديالنا، ومازالين لي زارتيكل الاخرين، مازالين شكلات اخرين، لكن ما بغيناش يعني نكثروا عليكم. اعطينا ذاك البرد، يلا قال لي الدري لا وريهم هذا البرد، هذا راه همزه والله تنوري لكم. راه لاحظ معايا، لاحظ معايا، لاحظ معايا، لاحظ معايا، شوف انت، لاحظ معايا مزيان، دير معايا عويناتك مزيان، هذا اللي كتشوفو، ومطبوع من هنا، 80 درهم، 16%، هذا 16% ريال، وهذا 16% ريال، هذا 16%، 0.8، 16%. 16% اساسي في المبرجس، الكبير عليه، الكبير على هذاك 18%، 90 درهم، 90 درهم، في غلاوه بقرنين، 90 درهم، 80، 90، 100، 120. انا هذا 100 درهم، هذا 100 درهم، هذا الكبير 100 درهم، هذا راه كبير بزاف، و100 درهم وزواقه راقيه وهني وكاليتي زوين وكنصحكم به. غادي نزيد الكبير كاع، الحجم الكبير يعني اكبر حجم، اكبر حجم فيه، وشوف شنو كتاخذ انت، 10-18 ستال ستيل والانوكس، هذا اكبر حجم 120 درهم،
80 90 100 120 80 90 100 120 80 درهم 90 درهم 100 درهم 120 درهم 1600 1800 2000 2400 1600 1800 2000 2400 زيد مازال زيد 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 البرمه كلها فيها 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 برومو والله العظيم الا غير دعوا معنا اقسم بالله الا دعوا معنا دعوا معنا فقط ما الاثمنة اللي زعما اللي معولين عليها غدا عاجز اللسان عن التعبير اعطينا مازال ولدي اعطينا ذاك فيرابي ارا هذيك البونبونير اعطينا الفيرابي اعطينا الكوب كاين بزاف ديال الحوايج بزاف 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 ولكن كنتمنى نكونوا عند حسن الظن ديال الزبناء ديالنا وديال المتتبعين ديالنا اذا نقراو بعض التعاليق ان شاء الله غادي نقراو بعض التعاليق ان شاء الله رد الضرب انا هذا البونبونير راه الحجم الكبير وفيه زواقات مختلفة واللي هي هذه اللي غنوريكم دابا هي هذه انت لاحظ معايا مزيان هنا هادشي راه اختدا لاحظ مزيان 50 درهم هذه غدا ان شاء الله غتاخذها ب 50 درهم وعندك تبان لك بحال صغيره هذه راه اكبر حجم رد الضرب عندنا ديال الحلوى هذا الشكل هذا هنا 40 درهم 40 درهم 40 درهم ولكن راه نسيتونا في لي جادور نسيتونا اللي عجبوه العروض ديالنا اللي عجبوه العروض ديالنا يعطينا لي جادور يبارطاجي معنا قدر الامكان قدر المستطاع فضلا وليس امرا اعطونا الراي ديالكم واعطونا من اين مدينه كتابعوا البث ديالنا والتخفيضات ديالنا وبالمناسبه كنحيي الاخ عبد الله ادريس على الدعم والمسانده وعلى التفاعل ديالو الدائم تحيه لك الاخ عبد الله ادريس تحيه لك دائما على المتابعه ديالك وعلى التفاعل ديالك والحضور الدائم ديالك معنا في المتجر ديالنا المتواضع متجر الفقراء بامتياز اذا الاخ الكريم الاخت الكريمه فغدا بحول الله تعالى وقوته سنقوم بعرس تجاري وتخفيضي غايه في الروعه او قمه في الروعه فما بغيناش تستفد معنا في او في امل تستفج لذلك احييكم فالى هنا ينتهي بثنا ان شاء الله موعدنا يوم غد صباحا بحول الله تعالى وقوته فكونوا في الموعد تبارك الله عليكم شكرا لجميع متتبعي الكرام شكرا لجميع متتبعات الكريمات تحية للصغير وتحية للكبير تحية للغني وتحية للفقير وما تنساوش ان احسن برودوي غتاخذو في الحياة ديالك هو هذا ديال الاول مزيليا احسن برودوي اللي غتاخذو في الحياة ديالك هو هذا وكنتمنى قبل ما نقطع هذا البث هذا قبل ما نقطع هذا البث هذا كنتمنى اللي خدا عندنا هذا يجاوبنا عليه اللي خدا منا هذا كنتمنى يجاوبنا أنت الأرواح الأسعار تحية لك أخي نجم المطبخ بمدينة الداخلة مرحبا أكادير الله يسهل لك الأمور الله يسهل لك الأمور الله يعطيك الصحة خويا حسن فين المحل إنزكان سوق ثلاث يلا الإخوان اللي خدا عندنا هذا البرودوي راه فيه نص كيلو وب 30 درهم اللي خداه وجربوا يجاوبنا اللي خداه وجربوا يجاوبنا مازال ما نقطعش مازال 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 كلشي كلشي منش فشاون تبارك الله عليكم الناس تفشاون شحال البراد صغير 60 درهم انا من اكادير فين كاين محمد ايتسي انزكان اخويا سوق ثلاث الله يحفظك ويسهل امورك فاتحه من مسا تحيه الاخت فاتحه من مدينه مسا اكادير انا كنبارطاجي ديما الله يعطيك الخير افولكي عبد الله ادريس احييك بالمناسبه شكرا 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 لجميع الزبناء والمتتبعين اذا اخوان السي عبد الله ادريس غادي ندير هكا غادي نبيكي هاد الكومنتير ديالك انت خديتي عندنا هذا انت خديتي عندنا هذا وانا اللي قلت لك ديرها مزيان وخديتي عندنا اعطينا الراي ديالك بالنسبه لهذا البرودوي هذا زوين الا بدون مجامله ايت ملول الثمن ديالو خويا البرودوي واعر بزاف اول واحد سيمو خدي اللي خداه انا كنقول اللي خداه ما تجاملنيش ما تجاملنيش مازال ما جربتهم درتو البراد صدق زوين شكرا اللي خدا هذا هذا اللي خدا انا راه كننصح به حيت جربته كننصح به الناس ديالنا وجربته وعاطي المفعول ديالو وداك الشيء كيرجعو كيلمع بحال هكا كيلمع ولكن انا بغيت الناس اللي خداوه يعطونا حتى هما الراي نشارككم الراي ديالنا ان شاء الله بحول الله تعالى وقوته زيد 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 هذاك البرودوي مزيان خديته البرودوي
زوين خديتو سانكستي محمد دورة مرحبا. انا من الجرف، مرحبا بساكنة الجرف، مرحبا ايفولكي، تبارك الله عليكم، سلام عليكم. ديالاش هذا ديال جميل اواني، كتكحل لك كوكوت مقراش براد، الروبيني ديال لافافو، لافافو فراسو، الفورنو، الفران مصلوح، سبرديلا صباط، كيرجع بياسه هكا كدير، كيرجع بياسه اكثر من هكا. هذا دابا ربما كيبان لك جديد، هذا عاد حيدناه من الباكيه ديالو، وغتجبد اقدم براد عندك ولا اقدم كوكوت عندك في الدار، وغتحكها بهذا إيه شويه بصبعك بحال هكا، وغتحكو مزيان وتشوف المفعول ديالو واش زوين او لا. خلي لينا البرودوي، ما فيهش بزاف، ما كاينش بزاف، كيمياء قليله. السلام خويا حسن، معك طارق من اسبانيا، تحياتي طارق من اسبانيا لا روخا. الام محمد مرحبا، خديتو طوب تمازيغتي حرا، اللي خدا هذا يعطينا الراي ديالو، اللي خدا عندنا هذا وجربو ما تعطينيش انا الراي ديالي، اعطيه للناس، انا جربته وعرفته، اعطينا الراي ديالك انت، هذا اللي خداه ها انتوما كيفاش كيرجع لك اصلا شتيه، هذا كيرجع كيلمع 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 جديد، كيرجع هكا. معك ملكه من هوارا مرحبا، سلام سي حسن، شكرا على هذاك البرودوي مليح واعر بزاف، انا جربته العفو ولا لا. سلام سي حسن راه مزيان، وغنجي غدا ناخذو ديروه خلوه خمس دقائق ورجع له، مازال ما جربت به. الناس اللي جربوه، كنقولوا الناس اللي جربوه، لا هو لا هو من انزكان، حنا من انزكان اش من وقت مع الصباح ان شاء الله. طرس مرحبا بكم، الثمن ديالو 30 درهم نص كيلو، هاد البواطه هادي الطاسه هادي فيها نص كيلو 30 درهم، نص كيلو 500 غرام 30 درهم، ولكن راه غير بالراس ديال الصباع ديالك غتحك به براد وبرما. شحال البراد السي حسن على حساب ما شاء الله عليكم. هاد الاثمنه واش غير غدا ولا مازال مستمرين؟ غدا دايرين هاد العرس هذا بمناسبه فوز منتخبنا الوطني على نظيره الاسباني، وقررنا نديروا واحد العرض تخفيضات يعني زوينه باش يستافدوا الناس اخرين. السلام عليكم خويا حسن، حسن سعيد من تركيا، تحيه لك اخويا، تحيه متبادله للجاليه المغربيه المقيمه بالديار تركيا. انا من اكادير الدرب من حي محمدي، ما قدرتش نجي بحكم ظروف العمل حتى النهار الحد ان شاء الله. مرحبا بك اختي، اكثر من رائع ذاك البرودوي، اكثر من رائع. الطب فين عندك المحل؟ انزكان سوق 3 مدخل رقم 4، انزكان سوق 3 مدخل رقم 4، امرغاد ايمي نتسوكت. واش العرض غير غدا؟ تامر كوكوت اسم البرودوي، ها البرودوي ها السميه ديالو، وراه غادي ربما غادي ندير لكم تاكوكا باش تشوفوا. دخلوا لهذا السيت هذا، غادي تدخل لهذا السيت هذا باش كلشي يقدر يعرفوا. دخل لهذا السيت هذا، نقص لك الضو باش تقدر تسكرينيها، ودخل لهذا السيت هذا وشوف مزيان، سبرديله، روبيني، فريتوز، بانيني، لافافو، الفورنو، الكاسرول، البرار، المقارج، الفران، المصلوح، الكاسرول. ها انت دخل لهذا الخوت، بغيت كلشي يسكريني هذا الموقع هذا، كلشي بغيتو يسكريني هذا الموقع هذا باش تعرف شنو كتاخذ، كلشي كلشي كلشي. ها الاسم ديالو هنا، ميد ان تركي، ماشي موديل، الله يسخر ليك الله يبارك فيكم. بوطاغاز دو كاين، انا جربت برودوي توب، لا راه اقسم بالله الا جربته البارح الا شي حاجه كتخلع، عرفتي شنو هي شي حاجه كتخلع، شي حاجه طوب. واش كدير اخويا توصيل لهذاك البرودوي؟ لا اختي لا لا لا، هذا كنبيعو بالجمله، التوصيل كنديروه بالجمله، ولكن بغيت نشاركو مع الناس ديالنا والمتتبعين ديالنا. مرحبا بكم جميعا، اللي بغى غدا يدوز المحل ياخذ 30 درهم مع الصباح ان شاء الله. الله يكبر بك، الله يجازيك بخير، عافاك جاوبيني السمية وشكرا. نعيمة أم مريم مرحبا أختي، شحال الثمن أخويا؟ 30 درهم، سميت المحل باش نجي للي قلتي لي الحيحي، حسن الحيحي، مدينة إنزكان، سوق الثلاثاء، مدخل رقم 4، جناح 6. تبارك الله عليكم الإخوان، ما نطولش عليكم، إلى هنا ينتهي بثنا، ملتقنا غدا بحول الله، إلا عطانا الله الحياة، فكنحيي جميع الزبناء. وما تنساوش هذه الهميزة هذه راه 120 درهم، 2400 ريال، كاين اللي كياكلها غير دانون، هذا 2400 ريال، صانع سندويش وقرا ليا مزيان، أنا 120 درهم، 2400 ريال، 120 درهم، شكرا. إمتى السحب؟ إن شاء الله غدا في العشية، من إسبانيا
ثمن شحن كسكس نوع الكبير حسب النوع والحجم مباشرة من مدينة إنزكان عاصمة سوس 120 درهم. هذا البانين اللي كتشوفو قدام عينيك، تحياتي خويا، بغيت الفرن الله يحفظك، ممكن ترسلوا لي مدينة داخل الله يرحم الوالدين أنت خويا حسن الطب الأوني ديالك. إن شاء الله بغينا التريات إن شاء الله هاد السيمانة. هذا عندي زوين السي حسن مليح الشيف تركيا، الحمد لله نعمة الله، هذا ميد إن تركي، شي حاجة إفيكاس، شي حاجة طوب، مرحبا بالجميع. إذا تحية لكم، ما نطولش عليكم، أحييكم مباشرة من متجركم المتواضع، متجر الغني والفقير، متجر الصغير والكبير، متجر اللي عنده اللي ما عندوش. أمسية سعيدة، ومبروك علينا هاد الشتيوة وهاد الرحمة، الله يرحمنا الله بها، وتبارك الله عليكم، شكرا.